الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة الكرام، سأتم مساء أو صباح الخير أو السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاتها. بادئ ذي بدء وجه كلمة شكر إلى الأخ الفاضل الكريم صاحب مشروع وفكرة مدرسة الغد سي حمد الشطة أو ما أعرفه بحميدة، جزاه الله عنا كل خير. أعزائي الطلبة، نلتقي في هذه المائدة، مائدة الخير إن شاء الله، لنواصل مدكم ببعض التوجيهات والنصائح المرتبطة بمادة الفلسفة. لاحظنا في الحصص الماضية أن هناك جانب من جانب المنهجي أو طريقة المعالجة الفلسفية، ثم قدمت لكم نموذجاً عن المقالة الجدلية والمتعلقة بإشكالية من إشكاليات فلسفة العلوم، وهي إشكالية تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا. قبل أن نبدأ الحصة، أعزائي الطلبة، عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، أقدم لك ثمرة من ثمار الجانب الخيري، وهي كيف، ما هو الطريق الأسهل للوصول إلى تنمية معارفك ومعلوماتك. لا شك أن إرادتك وحبك للنجاح تجعلك تسجل في كراس أو في كناش، تسجل أهم الفواصل التاريخية. عندما نتكلم عن الفواصل التاريخية أقول أقوال الفلاسفة، سجلها، لأن هذه مهمة جدا. عندما تبحث في الكتب أو في المراجع أو في المصادر، تبحث عن أقوال الفلاسفة تسجلها حتى تنمي القدرة المعرفية لديك. من جهة أخرى تتعرف على بعض المصادر، الإلمام ببعض المصادر، أي الارتباط بالكتب، وأعلمك طريقة الاختزال، لأنني أعلم جيدا بأن التلميذ ليس لديه فسحة من الوقت للمطالعة. وبالتالي يمكنك أن تأخذ على سبيل المثال كتاب من الكتب، ولنقل كتاب باللغة الأجنبية من المصدر، مثلا جورج فريدمان، أوفالو ترافاي إيما، العمل الإنساني إلى أين، هذا مرتبط بأحد دروس الفلسفة. فأنت عندما تأخذ الكتاب من الخلف تجد فيه ملخص لهذا الكتاب، ملخص عام أو موجز لهذا الكتاب، تطلع على هذا الملخص وتعرف في البداية، تعرف في دقائق معدودات، تعرف بأن جورج فريدمان أحد الذين تكلموا في الاقتصاد كتب كتاب سماه العمل الإنساني إلى أين، وفالو ترافاي إيما. ثانيا تعرف ما هي حيثية هذا الكتاب. إذن هذا من جانب. وإذا أردت أن تختزل الطريق لتنمية معرفة قوية جدا، ما عليك إلا أن تذهب إلى تأخذ كتاب، مثلا نقول أسس ميتافيزيقا الأخلاق لإيمانويل كانت في مسألة الأخلاق، تأخذ كتاب وتأخذ الفهرس، تعرف مضامين الفهرس، تعرف من خلالها محتويات هذا الكتاب. الآن نعود إلى موضوعنا عنوته بمعالجة مختصرة لأهم محاور البرنامج. كثيرا ما يشتكي التلاميذ في بعض المؤسسات التربوية من تأخرهم في تغطية البرنامج. نحاول في هذه الحصص أن نعطيكم جملة من القضايا المتعلقة ببرنامج الفلسفة. تعلمون أن هناك معطيات نأخذها، مثلا عندنا الله، الوجود أو الإنسان، والوجود، ثلاث معطيات هنا يتعلق بالجانب الميتافيزيقي، جانب الإيمان، الجانب الروحي. الإنسان هناك إشكاليات متعددة تتعلق بالإنسان، والوجود أيضا هناك قضايا مختلفة في الوجود. فالإنسان باعتباره ذلك الكائن المتميز الذي ميزه الله بواسطة العقل، ويقول أحد الصالحين، أحد العلماء، يقول لك ركب الله في البهائم شهوة بدون عقل، وركب في الملائكة عقلا بدون شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة. فإذا تغلب العقل على الشهوة أصبح أفضل من الملائكة، وإن تغلب الشهوة على العقل أصبح أدنى من الحيوان. إذن هذا الإنسان بواسطة هذا العقل تولدت لديه جملة من المعارف
أنماط التفكير المختلفة، لأن أساس الذي يستطيع من خلاله الإنسان أن يحل المعادلة التي ترونها أمامكم، معادلة جد مركبة، هي الله، يعني الجانب الروحي المعنوي، والإنسان بما يحمله من مظاهر مختلفة، سواء كانت هذه الظواهر ظواهر تتعلق ببنيته البيولوجية أو ببنيته السيكولوجية أو ببنيته السوسيولوجية أو ببنيته الحضارية أو الثقافية، فكل المعارف تتعلق بالإنسان، والإنسان لا يمكنه أن يعيش في وسط التكيف الطبيعي إلا إذا كان لديه ارتباط بماذا؟ بالوجود أو الطبيعة. في ظل الوجود هناك أنماط من التفكير. نبدأ الأنماط التفكيرية، يعني أن الإنسان لديه ما يسمى ملكة التفكير التي يستطيع من خلالها أن يميز بين الأشياء المختلفة. لا شك أنكم درستم في مواضيع مختلفة أن هناك ما يسمى بالتفكير الميتافيزيقي، وهنا هذا التفكير الميتافيزيقي الوسيلة أو الأداة التي تمكننا من إدراك هذه المعالم هي مادة الفلسفة. الفلسفة باختلاف مذاهبها وباختلاف آراء الفلاسفة والمفكرين، نجد بأن الإنسان يستطيع أن يدرس القضايا الميتافيزيقية التي تتجاوز الطبيعة أو الوجود الطبيعي أو الوجود الفيزيقي. هذه مسألة أخرى. ثم هناك ما يسمى بالتفكير المنطقي. لا شك أنكم درستم المنطق، قلنا أننا نعالج جملة من قضايا البرنامج بطريقة مختزلة، بطريقة مختصرة، أو بنظرة شمولية، أو بأسلوب جيشتالتي، لأن الجيشتالت ينظرون إلى الأمور نظرة كلية شمولية. الآن المنطق هو كرد فعل لأسلوب ماذا؟ جاء على يد أرسطو طاليس، وهو فيلسوف يوناني. هذا الفيلسوف اليوناني الذي يمثل أو يندرج ضمن المرحلة ما بعد سقراط، لأننا عندما نصنف التفكير الفلسفي اليوناني نصنفه إلى مراحل ثلاث: المرحلة ما قبل سقراط، والمرحلة السقراطية، ومرحلة ما بعد سقراط. إذن هذا التفكير المنطقي الذي جاء به أرسطو طاليس والذي سماه بالعلم التحليلي، العلم التحليلي أو التحليلات، لم يطلق أرسطو على هذا المنطق الصوري بكلمة منطق، ولكن أطلقوا عليه العلم التحليلي. لماذا؟ لأن هذا المنطق الذي أراده أرسطو طاليس بقواعده المختلفة لمواجهة آراء المدرسة السوفسطائية المضللة. هذه المدرسة السوفسطائية المضللة التي يتزعمها كل من جورجياس و بروتاغوراس. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن الإنسان مقياس كل شيء. إذن فالمنطق، لوجيك، عندما نخاطب إنسانا ما مهما يكون هذا الإنسان ويكون تفكيره غير صائب، نقول له سوي لوجيك، يعني كن منطقي. ما معنى كن منطقي؟ معنى هذا أنك كنت منحرفا في تفكيرك، في استنتاجك، في قياسك، فعد إلى الصواب. هذا المنطق الأرسطي أو المنطق التوتولوجي بصفة عامة هو يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تطابق الفكر مع ماذا؟ مع ذاته. قلنا أن المنطق هذا جاء لمواجهة المدرسة السوفسطائية المضللة التي كان يتزعمها كل من جورجياس وبروتاغوراس، وكانوا يقولون بأن الإنسان مقياس كل شيء. فجاء أرسطو طاليس بجملة من القواعد تتعلق بمبحث الحدود، ومبحث القضايا، ومبحث الاستدلال أو القياس. ثم هذه الشروط والمبادئ العقلية تؤدي إلى تطابق الفكر مع نفسه.
عندما نعطي أمثلة، مثلا درستم القياس الحملي وتعرفون أشكاله، ونحن نشيد بأحد علمائنا وهو عبد الرحمن الأخذري في القرن نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، يقول بأبيات شعرية قد استشهد بها السرياقوسي في كتاب المنطق الصوري وهو مصري، استشهد بعبد الرحمن الأخذري الجزائري، وهذا فخر لنا كجزائريين لأننا بلد المعرفة وبلد العلم. يقول حمله بكبرى، وضعه بصغرى، يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، وربع رابع الأشكال عكس الأولي، وهي في الترتيب على التكمل، أي أن الشكل الأول يكون الحد الأوسط محمولا في الكبرى موضوعا في الصغرى، والشكل الثاني يكون محمولا في المقدمتين، الشكل الثالث يكون موضوعا في المقدمتين، ورب الأشكال عكس الأول. إذا هذا المنطق الذي جاء بقواعد وقوانين، مثلا لا يمكن أن يكون القياس المنطقي صحيحا إلا إذا توفرت فيه جملة من الشروط، إذ بدون هذه الشروط لا يمكن أن يكون صحيحا، والتفكير يكون غير سليم. هذا ما يتعلق بالمنطق الأرسطي، غير أن هذا المنطق الذي جاء به أرسطو طاليس والذي لم يسميه بالعلم التحليلي، بل جاء المصطلح على يد شراح أرسطو طاليس الشيشرون والإسكندر الأفروديسي في القرن الثاني بعد الميلاد. إذا جاء بعض الفلاسفة المحدثون أو ما يسمى بأنصار المنطق الرياضي ونقدوا هذا المنطق الصوري، قالوا بأن هذا المنطق الصوري الذي جاء في فترة زمنية معينة كان فيها الفكر ضائعا وكان فيها الفكر مهددا بتأثير المدرسة السوفسطائية، جاء الوقت لنحدد النقائص الموجودة في التفكير المنطقي والمتمثلة في كون أن هذا المنطق الذي يعتمد على اللغة الكيفية ويعتمد على علاقة الاستغراق الشمولي وعدم الشمول، ونقول في الشمول مثلا القضايا تستغرق، الكليات تستغرق موضوعها والسوالف تستغرق محمولها، جاءت النزعة الحديثة الرياضية وقالت بأن هذا المنطق الصوري هو مجرد منطق توتولوجي، مجرد تحصيل حاصل، يجب علينا أن نغيره ونغيره بظهور المنطق الرياضي. إذن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لقد اختصرت لك جملة من القضايا لأعطي لك فكرة جاهزة تتمثل في ذهنك كإشراقة فكرية، على أساس أن التفكير الفلسفي ساعد الإنسان لفهم ذاته وفهم الوجود وفهم الإنسان وفهم جملة من القضايا. ثم جاءت الفلسفة اليونانية بمراحلها الثلاث، مرحلة ما قبل سقراط ومرحلة سقراط ومرحلة ما بعد سقراط، لتصحح مسار الفكر وتعطي للإنسان القدرة على تطابق الفكر مع نفسه. هذا جانب المنطق، قلنا أنه جاء ما يسمى بالمنطق الرياضي، المنطق الرياضي كتصحيح، المنطق الرياضي كتصحيح لتوتولوجية المنطق الصوري. ونقول كإشكاليات مطروحة، ربما يطرح لنا سؤال جدلي يقول لك هل يمكن أن نعتبر بأن المنطق معيار للحقيقة؟ إذن هناك أفكار، مثلا أفكار تبناها كل من أرسطو طاليس والغزالي والفارابي وابن سينا الذين يؤيدون الفلسفة اليونانية. قالوا الغزالي في كتابه الفن العلم، منطق وفن العلم، يقول من لا منطق له لا يوثق بعلمه، وأرسطو طاليس يعتبر بأن المنطق آلة أو أورغانون تفيد في تحصيل العلوم، والفلاسفة الإسلاميون ساروا على هذا النهج. لكن ديكارت، رينيه ديكارت ولايبنز وغيره من الفلاسفة قالوا بأن هذا المنطق يحتاج إلى تصويب، يحتاج إلى تغيير، أن يلبس حلة أخرى هي حلة رمزية، وأن يكون في إطار المنطق الرياضي. هذا الأمر لا ينقص من قيمة المنطق البتة. إذا انتهينا من ما يسمى من مسألة التفكير، اللي قلنا عنه أنني تغاضيت عن التفكير الفلسفي لأنكم تعرفون قيمة الفلسفة، قيمة السؤال الفلسفي وأهميتها ودورها في الوجود والمقارنة بين المنهج الفلسفي والمنهج العلمي، تغاضيت عن هذا لأنها قضايا متشعبة. أعطيتكم الآن حوصلة عن ما يسمى بالتفكير المنطقي. ثم بعد ذلك عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة،
أيها الإنسان، أيها الشخص الكريم، عندما اقتحمنا وجودك الخاص، نحن ضيوفا عندكم، أنتم تعرفوننا، تعرفونني أنا كأستاذ جئت لألبي نداء الأخ الكريم الفاضل سي أحمد الشطة، جزاه الله عنا كل خير، لأن لولا طلبه لما لما جئتكم أنا، لأن لا يمكن أن نتحرك إلا إذا كانت هناك إرادة الخير، فادعوا لنا بالخير، ادعوا أن الله يرضى عنا في هذه الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، هذا هو جزاؤنا الوحيد، وأملنا فيكم أبنائنا الأعزاء الكرام الذين تشاهدوننا عبر هذه النافذة، نافذة مدرسة الغد. أوصيكم بالأغواط خيرا، لأنها مدينة التراث ومدينة الثقافة ومدينة العلم، فأعطوها وهجها وقدموا لها عنفوانها المفقود بنتائجكم الباهرة إن شاء الله، التي تثلجون بها صدورنا وصدور أوليائكم وآبائكم وصدور كل من يحاول أن يتمنى الخير للجميع. بارك الله فيكم. إذن الآن نتحول إلى نمط آخر من التفكير، ألا وهو التفكير الرياضي. التفكير الرياضي، في التفكير الرياضي سنواصل بعض الجولات في هذا التفكير في الحصة القادمة إن شاء الله.